مسلسل عيال القحطان كما شافوه الجمهور هو يعتبر من المسلسلات التي تحكي بعض ميثولوجيا تمام بفترة معينة من تاريخ اليمن، ولكنها لا تتكلم عن مثلا الشيخ قحطان كقحطان الذي سكن القصور والقلاع والكذا، ولكنها تتكلم عن رمز من رموز القبائل اليمنية، شيخها هو قحطان. ومجاز درامي، المجاز الدرامي يعني يكون في تحديد البعض من والانطلاق إلى الكل، وهو من النوع الأمثولي الذي يوضح العظة والعبرة من وراء ما سيحدث من أحداث داخل هذا المسلسل. طبعا قبيلة يمنية متماسكة قوية، لها فرسانها، لها رجالها، لها شيوخها، لها حكامها، كانت تسكن في أهم الأماكن التي فيها الماء وفيها الكلى وفيها العشب، كثيرين الحلال، أقوياء، لم يعني يروق هذا الشيء لأعدائهم، فحاول الأعداء قدر الإمكان أن يعملوا التسائس والمكر والخداع من أجل خلخلة هذه القبيلة من داخلها. فبدأوا يبحثون عن نقاط الضعف، دخلوا عسكريا مع القبيلة لمهاجمتها ففشلوا، فبدأوا يبحثوا عن نقاط الضعف لنخر هذه القبيلة من داخلها. فكانت نقطة الضعف دراميا عند ابن الشيخ قحطان الذي هو راشد، وبدأ بعدين يعلن أنه يريد أن يكون شيخ، وكبروا له المسألة، وتعاون الأجنبي وتعاون بعض القبائل الأخرى دي أرادت وتريد أن يعني تنهي هذا الهرم الهائل الذي هو يعني عيلة أو قبيلة قحطان، نعم الذي ترمز إلى اليمن الكبير. ومن ثم استطاعوا أن ينخروا في وسط هذه القبيلة ويفرقوها، ولكن حكماء القبيلة ورجال القبيلة ومن فيهم الخير من هذه القبيلة استعادوا زمام الأمور ومسكوا في يعني تراث وتاريخ هذه القبيلة. ناداهم التاريخ، ناداهم التراث، ناداهم الرسالة، ناداهم المجد الذي كانوا فيه، فعادت القبيلة كما كانت. هذه ترميز وإسقاط على اليمن، وسيعود اليمن بإذن الله تمام بتكاتف أبنائه ورجاله والمخلصين والقادة العسكريين والحكماء، وسيعود بإذن الله كما كان. هذا هو العرب.